النجوم مفاعلات نووية عملاقة، ولكل نجم من النجوم خزان من الوقود اللي بيخليه يعيش لآلاف وملايين السنين. بيعيش النجم في ثبات وأمان، لكن بيهدده خطرين محدقين ماحقين. الأول إن الوقود بتاعه ينفد، والتاني عدو جبار مرعب أكثر الأشياء في الكون غرابة، الجاذبية. لما ينفد وقود النجم تبدأ الجاذبية في سحق النجم، وبالتالي بينهار على نفسه وينفجر انفجار كوني عملاق هائل بنسميه سوبر نوفا، وده بيحصل لما يكون النجم أكبر من شمسنا بأضعاف المرات. انفجار نجمي عملاق كبير بيقصف في كل اتجاه المادة والغاز والغبار وكل أشلاءه في الكون الفسيح. بلك انت حجر لأيوه في الصحراء الغربية في مصر من أكتر من 20 سنة. ممكن الحجر الفضائي ده يكون جاي لنا من الانفجار الكوني الهائل ده، سوبر نوفا. الانفجار ده ممكن يقضي على الحياة على كوكب الأرض في لحظات، بل وياكل المجموعة الشمسية بتاعتنا أكل ويمحيها. أهلا بيكم في إنفوسفير غلاف معلوماتي. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات انفوسفير، وقبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش الدعم لينا، واقل دعم هو اللايك والشير للفيديو لو عجبكم، والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد في علم الفلك والفيزياء الفلكيه. في سنة 1996 اكتشف أحد الجيولوجيين المصريين واسمه الدكتور علي بركات، اكتشف مادة صخرية داكنة في موقع قريب من الحدود المصرية الليبية في منطقة الرمال الزجاجية الممتدة على طول الصحراء بين مصر وليبيا. هم عامة كانوا هناك لمهمة جيولوجية مختلفة تماما عن اللي حصل بعد كده. كانوا بيدرسوا زجاج الصحراء الليبية اللي تقريبا في شبه كبير بينه وبين الزجاج البحري المأخوذ من المحيطات في منطقة تمتد لبضعة كيلو مترات قليلة مليانة بالرمال الزجاجية الصفراء والأحجار الصغيرة اللمعة، واللي كانوا أجدادنا الفراعنة بيحبوا دايما يزينوا بيها المومياوات، وكانت موجودة برضو في كنوز توت عنخ آمون. لاحظ علي بركات خريج كلية العلوم جامعة أسيوط، واللي حصل بعد كده من جامعة القاهرة على الماجستير والدكتوراه فيها، وكان بالمناسبة بحث الماجستير بتاعه خاص بالنيازك وتركيبتها الجيولوجية. المهم صديقنا بركات لاحظ إن الحجر اللي لقاه ده غريب وقاعد وسط الحجارة الصفراء الزجاجية دي، وتوقع ان الحجر الصغير ده ما يكونش حجر ارضي اصلا، وان ممكن يكون حجر فضائي، والعملية صحت. تم اكتشاف الحجر ده وتصنيفه على انه حجر فضائي لنيزك او كويكب، يمكن يكون صدم الارض من داخل مجموعتنا الشمسية. للأسف الشديد اهمل عمنا بركات خالص، ولا حدش جاب سيرته بعد كده، بل وتسمى الحجر باسم هيباتيا عالمة الفلك والرياضيات الشهيرة في مصر القديمة في القرنين الرابع والخامس الميلادي. وبسبب شكل الحجر العجيب خضع للدراسة منذ اكتشاف، لغاية ما اعتقد الجيولوجيين الى ان الحجر ده نشأ من 28 مليون سنة بسبب اصطدام نيزك بالارض. صخرة من بقايا سوبر نوفا. وفي عام 2013 الحكاية خدت منعطف مختلف تماما. شاف بعض الباحثين الجيولوجيين ان الحجر ده غريب جدا، وانه ممكن يكون نواة نيزك، يعني من قلب النيزك من جوه علشان تركيباته الغريبة دي. لكن في 2015 تأكد العلماء تماما ان احجار هيباتيا بعد عمل مزيد من التحاليل للغازات النبيلة ونظائر النيتروجين ما جاتش من الفضاء القريب، يعني ما جاتش من مجموعتنا الشمسية، وان الاحجار دي قديمة جدا لدرجة انها اقدم حتى من وقت ميلاد الشمس ومجموعتنا الشمسية. أقدم حجر كوني في العالم على كوكب الأرض ما طلعش من مجموعتنا الشمسية أصلاً، ده أقدم حتى من الشمس. أمال ده جه منين؟ ده السؤال اللي حير العلماء ساعتها، وبدأوا يقفوا شوية علشان يشوفوا الحجر ده إيه قصته. مزيد من الفحوصات والتجارب والتحاليل بدأوا يكتشفوا حاجات عجيبة. لقيوا إن نسبة الكربون النقي متوفرة وبقوة في الحجارة دي. عارف أنت إن كل حجر ممكن يجي لينا من السماء من النيازك أو الكويكبات اللي بتعدي الغلاف الجو يوميا في صورة شهب، لازم يكون ليها بصمة جيولوجية متشابهة ومتناسقة. يعني ايه بصمة جيولوجية دي؟ المقصد ان ليها تركيب جيولوجي وكيميائي معين في الصخر بتاعها، بتتشابه فيه كل الاشكال اللي بتقع علينا من السماء، لكن احجار هيباتيا دي مختلفة في التركيبة خالص، لدرجة ان العلماء اصبحوا مقتنعين النهاردة انها من خارج مجموعتنا الشمسية. طب ليه؟ سؤال وجيه فعلا. وعلشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف حاجة صغيرة. اصلا مجموعتنا الشمسية دي
مكونت من غبار او سديم. كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في حلقة السديم، ممكن تشوفها من اللاي اللي فوق وحسبها لكم برضو في صندوق الوصف. كل مجموعتنا الشمسية نشأت من الغبار ده، وتكونت منه الشمس والكواكب والكويكبات والنيازك، كل مجموعتنا. وبالتالي كل دول ليهم بصمة جيولوجية وكيميائية في التركيبة الصخرية بتاعتهم بتكون متشابهة. أحجار هيباتيا فيها بصمة مختلفة تماما لا تشبه أي جرم سماوي تاني في النظام الشمسي بتاعنا، وده بيدل على أنها دخلت مجموعتنا الشمسية من بره بعد ما تكونت المجموعة الشمسية بتاعتنا أصلا. طيب دخلت منين؟ في عام 2018 حدد العلماء قطعتين جوه الأحجار دي، القطعتين دول مختلفتين عن بعض لكنهم كانوا عجينة واحدة. هيباتيا تحتوي على كمية كبيرة من الكربون لكن مفيش سيليكون أساسا، وده عكس تركيب أي نيزك أو كويكب. والمفاجأة الأكبر من كده اللي لقوها العلماء في 2018 إنهم وجدوا نسبة من الألومنيوم المعدني النقي اللي موجود بشكل نادر جدا في النظام الشمسي بتاعنا، وكمان لقيوا بعض الجزيئات العضوية اللي بيسموها الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات الـ BAH. وعلشان نعرف الـ BAH دي أهميتها إيه؟ ده الغبار النجمي اللي بيكون بين النجوم واللي بتتخلق منه النجوم وبتتكون بشكل كبير. وكنا اتكلمنا في حلقة المجرة الشبحية قبل كده عن الموضوع ده وعن المجرات والنجوم من النوع ده، واللي بتتكون بشكل رئيسي منها الـ BAH، واللي أطياف محددة بنعرف من خلالها نكتشف بصمته الكيميائية والجيولوجية في المجرات والسدم الكونية. طبعا بعض النيازك والأحجار الفضائية فيها من المكون ده لكن بكمية أقل. هيباتيا عندها كمية أكبر، بل خد المفاجأة دي كمان، اكتشفوا في التركيبة الكيميائية للحجر ده معدن فوسفيد النيكل اللي محدش اكتشفه قبل كده في جسم فضائي جاي من نظامنا الشمسي. تأكد العلماء في مايو الماضي 2022 ان الأحجار دي ربما تكون جاية من صخرة سفرت في الفضاء لملايين السنين، جاية من انفجار فضائي معروف باسم السوبر نوفا. صخرة هيباتيا طلعت من بقايا الانفجار ده اللي حدث بين نجمين بنسميه بالعربي المستعرات العظمى من النوع A1، وده بيحصل لما النجم في نهاية حياته بيستنفد كل الوقود النووي بتاعه، فبيحصل الانفجار ده بعد ما تتكربس المواد في قلب النجم، ومن الثقل الزائد ده بينفجر النجم علشان ينثر في الكون الفسيح ملايين الاطنان من الغاز والغبار النجمي، واللي بالتالي بيشكل لما يتجمع من جديد نجوم جديده. والاحتمال الثاني ان يكون حصل انفجار نشا من خلال نجمين، الاولاني عملاق احمر منتفخ والتاني قزم ابيض كثافته وكتلته عاليه جدا. القزم الابيض ده قزم بس جبار، مصاص دماء، يقدر ياكل النجم العملاق ده في السماء اكل ويبدا يمتص كل مكونات النجم الاحمر العملاق ده. العلماء في جامعه جوهانسبرغ بجنوب افريقيا اخيرا تاكدوا ان احجار هيباتيا لا يمكن ان تكون من اجسام المجموعه الشمسيه، وبعد تحليل 17 عنصر من عناصر الصخر ده وملاحظتهم للنسب المنخفضه للسيليكا والكروم والمنجنيز، وده بيختلف عن تركيبات النيازك والاجسام الفضائيه بتاعه نظامنا الشمسي، العلماء ادركوا ان الاحجار الصغيره المكتشفه دي من اكتر من 20 سنه في الوادي الجديد في مصر اكيد جايه من جسم اكبر عبر الغلاف الجوي للارض من ملايين السنين بعد انفجار سوبر نوفا عملاق قذف كل المحتويات بتاعته المشعه في الفضاء علشان تتكون منه هيباتيا وتسافر في الفضاء لغايه ما تجيلنا الارض. مليارات السنين والغاز والغبار بيسافر لغايه ما يدخل نظامنا الشمسي بعد تكثيفه في هيئه صخور هيباتيا دي، ولما دخل الغلاف الجوي للارض تحطم الى شظايا. رئيس الفريق البحثي كريمرز الجنوب افريقي قال ان ممكن تكون هيباتيا انضمت للسحابه الساديميه بتاعت مجموعتنا الشمسيه من غير ما تندمج مع السحابه دي، والفرضيه دي بتاكدها التجارب اللي اكدت على ان هيباتيا تكونت في درجات حراره بارده جدا اقل من 196 درجه تحت الصفر. انت متخيل لو ان الحجر هيباتيا ده جاي من مستعر اعظم انفجار سوبر نوفا كبير، ده ممكن يقلقنا. ايوه نقلق، لان ممكن الحياه مش على الارض بس، ده على المجموعه الشمسيه كلها ونظامها الشمسي كله ممكن يتدمر في لحظات. اخطار السوبر نوفا على الارض. اشعه جاما هي اخطر الاشياء اللي ممكن تحصل لنا من انفجار كوني عملاق سوبر نوفا قريب مننا. الاشعه دي بمجرد اقترابها من كوكب الارض هتدمر الغلاف الجوي بتاعنا وممكن تسبب في ضعف شديد لطبقه الاوزون، وبالتالي هنتعرض لمخاطر الاشعه الكونيه اللي بتحمينا منها الطبقه دي. الحياه كلها على الارض هتبقى على المحك. المشكله الكبيره فعلا ان كتير من الانفجارات السوبر نوفا ممكن تحصل في العصر اللي احنا عايشينه. منكب الجوزاء مثلا نجم كبير قريب مننا قد الشمس يجي حوالي 20 مرة في مرحلة الشيخوخة بتاعته، علشان كده بيبان لونه أحمر، والعلماء بيعتقدوا إن النجم ده هيتحول قريب لسوبر نوفا بعد انفجاره. الانقراض السيلوري اللي حصل على الأرض من نصف مليار سنة وقضى على 60% من الكائنات الحية اللي كانت بتعيش
في الحقبة والزمن ده. العلماء بيعتقدوا ان سبب هذا الانقراض ممكن يكون ناتج عن انفجار سوبرنوفا عملاق في الجوار في مجرتنا او مجرة مجاورة. عامة احنا في المجمل قاعدين في مكان مثالي بعيد عن الانفجارات دي، بل وكمان في زمن ما فيهوش انفجارات كونية عملاقة في الكام الف سنة اللي عايشينهم دلوقتي على الارض. ولكن بالرغم من ده كله، فالسوبرنوفا دي ليها فضل كبير برضو في نشأة الحياة على الارض، وبالتالي اكيد هيكون ليها فضل برضو في نشأة الحياة على كواكب تانية. لو بصينا لمجرتنا درب التبانة، هنلاقي ان قلة قليلة جدا من النجوم فيها تحولت لمستعرات عظمى وانفجرت في الفترة القريبة اللي بنعيشها على الارض. والحمد لله ان الانفجارات اللي حصلت في الاف السنين القريبة دي، ودي مدة قريبة جدا مننا على فكرة، كانت بعيدة عننا بما يكفي اننا ننجو منها. حقيقة الانفجارات النجمية الهائلة دي قذفت لينا الحياة على كوكب الارض، ولولاها ما كانش لينا وجود في الكون. وبعدها عنا كمان برضو حماية كبيرة لينا، حجر هيباتيا بيكلمنا على اهم حدث كوني واروع هذه الاحداث واكثرها اثارة وغموض، الانفجارات النجمية الضخمة السوبر نوفا او المستعرات العظمى. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش بقى اللايك والشير لدعم قناتكم انفوسفير، ولو حابين نتكلم عن موضوعات علمية معينة بتحبها او حتى نتكلم على الانفجارات النجمية ديت والسوبر نوفا، ما تنساش تكتب في التعليقات. اشوفكم في حلقة جديدة من انفوسفير، غلاف معلوماتي محمد فهمي سليم. شكرا، السلام عليكم.